عافية كوناكري أشهر ناديين في غينيا، غينيا كوناكري، عشان يفرقوا بينها وبين غينيا بيساو. أدي ملعوبة الأمامية باتجاه رؤوف بيحاول يلحق ولحق وعدى، لكن استلم وبيلم برجل ده والله سيد. الرأس والهدف الأول للمنتخب الوطني بعد يعني ثلاث دقايق ونص بس، يحرز الهدف حسني عبد ربه، ضربة رأس حسني عبد ربه في الدقيقة 4، كسر الدقيقة بيبقى دقيقة، يعني هو جابه في الدقيقة 23 ثانية، إنما كده في الدقيقة 4 هدف يشعل البطاريات مبكرا وأعلام مصر اللي ترفرف في جنبات استاد الكلية الحربية اللي يعني اكتسب أحلى صورة سواء في مباريات أو أرض الملعب. حسني عبد ربه يتقدم للمنتخب المصري. استلام مرة ثانية. كوفانا خمس مجموعات بتطلع خمس فرق، ولكن جنوب افريقيا لأول مرة المباراة بين ايديه بيحصل نوع من انواع الهدوء النسبي غير المبرر وغير المطلوب في ادائه. عندي ثقة انه يخلص المباراة في اي لحظة. كل من في المقصورة الرئيسية بيتفرجوا على النيل الرياضة المايل سبورت عشان يشوفوا هدف جميل قدام حضراتكم بطريقة حلوة وحطتها الرياضة هو اللي هيسجل يد كمان، لكن حكم اللقاء اعتمد على ان الكرة راجعة من اللاعب ادي مسك ايده استفاد من لمسة ايد، استفاد مظبوط، الكرة وقفت ويعني هدف احتسب. واتلعبت وراحت لسيد حط بصمته على طول تفاعل معاه لغة كرة القدم الرسمية الشرعية مفيش كلام بيتغير من حالة حالة والله من صمت إلى صمت إلى صمت من حزن إلى فرحة. هذه المحاولة